أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة إن شاء الله في الحلقة هنقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالكريمة. عندنا المكونات هنا كمية من الكنافة اللي دهننا بالسمنة وفرمينها فرم ناعم. عندنا هنا صينيتين بحجم واحد، يعني الاثنين في نفس الحجم. عندنا شوية سمنة ندهن بيها الصواني. دي عندنا ربع كريمة لباني بتتجاب من عند البقال، عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه وربع كوباية لبن متلج. هقول المكونات تاني. ربع كيلو كريمة لباني، عليها معلقتين كبار كريم شانتيه وربع كوباية من اللبن المتلج. بنضربهم بالمضرب، ولو عايزة يكون طعمه مسكر شوية ممكن تزودي شوية سكر. بنضربهم لحد ما قوامها يتقل ونسيبها في التلاجة تسقع. دي طبعا ده مش هنستخدمها دلوقتي، فاحنا هنبتدي في الكنافة. وعندنا طبعا الشربات هنسقي بيه الكنافة اللي احنا كنا عاملين فيه قبل كده في الحلقات السابقة. هنجيب السمنة وندهن القوالب كده بيها. الشكل ده. هنجيب بقى الكنافة ونحطها في القالب من تحت. هنعمل طبقة كده وهنضغطها بايدينا كويس. ممكن لو مش عايزة تضغطي بايدك هتجيبي الصينية دي وتحطيها على دي وتضغطي جامد كده، بس طبعا عشان الصينية ما تتوسخش وكده فاحنا هنعملها بايدينا افضل. الشكل ده كده. وهنعمل نفس الموضوع مع الصينية التانية. نحط كده طبقة كمان ونحاول نخلي الطبقتين حجم واحد سوا بعض، ما تبقاش واحدة اعلى من واحدة عشان لما نحطهم فوق بعض يبقى ايه الاتنين حجمهم متساوي. هنضغط كده جامد شوية اهو. ده عندي اهو الصينيتين. هنحط بقى على الوش شوية سمنة، ودي اختياري، ممكن تعمليها وممكن ما تعمليهاش. ونحاول نعمل السمنة كده بايدينا بالشكل ده كده عشان بس نحمر الوش حلو. الشكل ده كده. هدخل الاثنين الفرن على الحراره، درجه حراره متوسطه على الرف الاوسط لحد ما يبقى لونهم ذهبي ويطلعوا يبردوا. بعدين هنحط واحده ونحشيها بالكريمه ونحط الثانيه فوقها ونزيها بالشربات اللي احنا عاملينه قبل كده. ادخلها الفرن واوريكي نكملها. هنا هول صينيتين الكنافه خدوا نفس السوا ونفس الوقت مع بعض. دول انا هسيبهم يبردوا خالص علشان ما اقدرش احط الكريمه والكنافه لسه سخنه. هسيبهم يبردوا وبعدين هنحط طبقة ونغلفها بالكنافة بالكريم عفوا، ونحط الطبقة التانية من الكنافة فوقها ونزينها برضو ونحط عليها العسل ونقدمها. انا هسيبهم يبردوا وهوريكم بعد ما يبردوا هنعملهم ازاي وارجع لكم. دي اهي الكنافة ام كريمة، طلعتها حطيت اول طبقة ودهنتها زي ما انتم شايفين من هنا اهو بالكريمة، وحطيت الطبقة التانية وبعدين حطيت الكريمة والعسل وهسيبها تبرد وبعدين تتقطع وتتقدم. وبألف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم واشوفكم ان شاء الله بكره.